فجاء دعوة إلى القطب الشمالي من شخص ألماني باستخدام كاشحة جليد ذرية من الاتحاد السوفيتي في ذلك العصر، أيام الانفتاح وبداية انفتاح الاتحاد السوفيتي على العالم. يبغى يفتحوا طريق بحيث يوصلوا البضائع مثلا من روسيا إلى اليابان، من روسيا إلى أوروبا من طريق الشمال. فكانت رحلة جميلة مشتركة فيها كثير دول، 16 دولة تقريبا، وأنا وجدت فرصة ذهبية أن أكون أول بشر يصلي على القطبين بحكم صلاتي في القطب الجنوبي. فتسهلت الأمور وحصلت الرحلة الحمد لله. وصلنا القطب الشمالي وكان رفعوا الأعلام وكان رفع علم المملكة في الطرف، وأنا والله كنت متضايق، ليش علم المملكة في الطرف؟ أبغى يكون يعني في النص، ويريد الرحمن إنه تيجي عاصفة هواء قوي ويطيح العمود هذا ويبقى علم المملكة أعلى علم في المجموعة كلها، لا إله إلا الله محمد رسول الله. طبعاً أفرح وافتكر الواحد يقول لي شوف علم بلادكم صار أعلى علم. بعد ما رجعت من القطب الشمالي حقيقة ما طولت الفترة، حتى كنت في جدة فيها وصار غزو الكويت، فدعيت إلى المشاركة في مكافحة تلوث الزيت ومكافحة تلوث الهواء من حرائق آبار النفط. وفعلا كنت في المنطقة الشرقية، المنسق العلمي في الدكتور عبد الله عيسى الدباغ هو المسؤول، لكن أنا المنسق العلمي مع كل علماء العالم، وهذه فتحت لي باب آخر تماماً. القطب الجنوبي شهرني في السعودية والوطن العربي، الشغل هذاك شهرني في العالم على مستوى عالمي، يعني حصلت على رجل البيئة مرتين وفي الدروع حقتها هنا.